آثار النبوة تقف شاهدا شامخا على مرحلة من أعظم مراحل تاريخ البشرية، مرحلة بعث فيها رجال عظام اختارهم الله من بين البشر لكي ينقلوا إلى الناس رسالة التوحيد والخير. وفي رحلة امتدت من أقصى الجنوب في الجزيرة العربية إلى تركيا مرورا بمصر وبلاد الشام والعراق، سعينا إلى استقصاء شواهد النبوة ومسيرة الأنبياء. فوجود هذه الشواهد والتمسك بها يشكل علامة بارزة واضحة على تمسك شعوب هذه المنطقة بالرسالة التي جاء بها الأنبياء وإخلاصهم لها. فالشاهد الحي الدال على النبوة يرسخ إيمان المؤمن بالأنبياء والنبوات، والإيمان بهم ركن من أركان العقيدة، مثلما يشكل استلهاما للمعاني الكبرى التي أرسلوا من أجلها. إنها رحلة في أرض النبوات ومتابعة جادة لمسيرة الأنبياء ولقصة الهداية في تاريخ البشرية، وهو تاريخ ستظل فيه النبوة ورسالتها جوهره الخالد الباقي. أيها الناس، إن هذا بيان أنزلته الشريعة السمحة الحمد لله لا نحصي له نعما سبحانه ما لي. لعل دعوتهما كانت على بقعة محددة من أرض الأنبياء، وقد تكون في غيرها، لكن قرينة الاسم ومكوناته تشير إلى أن كلا من الياس واليسع عليهما السلام وارسلا إلى موطن واحد يعبد فيه وثن يسمى بعلى. وفي القرآن الكريم لم يرد ذكر اسم هذا الإله المزعوم إلا مقترنا بدعوة الياس عليه السلام، مثلما أصبح اسمه جزءا من اسم المدينة اللبنانية الشهيرة بعلبك. سهل البقاع ظل في التاريخ منطقة عبور مميزة في منطقة شرق المتوسط بين ساحل البحر وبر الشام، وبين شمالي البلاد الشامية وجنوبيها في فلسطين. في أرجائه انتشرت مدن وقرى ما زالت تحتفظ بآثار من عاشوا فيها أو مروا منها من الفينيقيين إلى اليونان والرومان، وصولا إلى العهد الإسلامي وما يمثله من عمران ينتشر في كل مكان. وهذا السهل اشتهر بوفرة محاصيله الزراعية لامتداد أراضيه وكثرة مياهه وإحاطته بالجبال من الشرق والغرب. مدينة بعلبك، الفينيقية الهوية والنشأة، تقع في قلب هذا السهل، وقد ظلت في مختلف مراحل التاريخ ملتقا للقوافل، ولذلك اشتهرت بأسواقها التجارية التي يتم فيها تبادل السلع، وتوفر للغادين والرائحين كل ما يحتاجون إليه من زاد الطريق والسلع الأخرى. غزاها الإسكندر الأكبر وحول اسمها إلى هليوبوليس أو مدينة الشمس، وعندما غزاها الرومان فيما بعد أقاموا فيها واحدا من أكبر معابدهم، سمي معبد جوبيتر، وجعلوا إلى جانبه معابد وهياكل أخرى تحولت إلى مراكز دفاعية. وعلى الرغم من تعدد أسماء المعابد في هذه الآثار التاريخية، إلا أن اسم الإله الكنعاني بعل
ظل حاضرا في معابد هذه المدينة وأصبح جزءا من اسمها، وكان وثنا يعبد في مناطق كثيرة من بلاد الشام وأرض الرافدين. اتخذه الفينيقيون إلها ونقلوه معهم في غزواتهم، وانتقلت عبادته منهم إلى اليونان عندما غزوا بلاد الشام. هذه المدينة كانت مدينة عبادة هذا الصنم من دون الله سبحانه وتعالى، ولذلك ورد ذكرها في القرآن، وختم الله بقوله سلام على الياسين. أستعيد ما قاله العلماء والمؤرخون كما فعل مثلا ابن جرير الطبري في تاريخ الطبري، في البداية والنهاية لابن كثير وغير هذه الكتب، تذكر أن بعل منه سميت بعلبكة، ومعروف أن إلياسا عليه السلام كان في بعلبكة أو كان في الشام. فأنا أتخيل منظر بعلبكة وهي مدينة الأحلام القديمة، المناظر الطبيعية الجميلة وما فيها، وأتصور نظرة النبي إلياس إلى الكون على أنه مخلوق، وعلى أن هناك من يبدع من الناس، ولذلك أحسن الخالقين. ورد اسم هذا الوثن في القرآن الكريم مرة واحدة مقترنا بقصة إلياس عليه السلام، مما يؤكد أنه أرسل إلى قوم يعبدون بعلا، فنهاهم عن ذلك ودعاهم إلى عبادة الله وحده، وقد ورثه في دعوته نبي الله اليسع.